درس في مصر واخترع المستحيل في كندا، اختراع غير وجه الاتصالات، ولولاه أنت الآن لن تتمكن من مشاهدة هذا الفيديو بدقة عالية وإنترنت ثابت، لكن جنسيته المصرية وهويته العربية كانتا سبباً بعدم نيله للشهرة الكافية، ورجل استرالي قام بتقليد اختراعه ونال شهرة أكثر منه، لكنه نجح فيما بعد بتأسيس شركة ستقاضي كبرى شركات الاتصالات في العالم ليحصل منها على مبلغ فلكي. حاتم زغلول العبقري المصري الذي اخترع الواي فاي وظلمه العالم، ما قصته؟ وما هو الاختراع الجديد الذي يعمل عليه والذي سيحدث ثورة جديدة في مجال الاتصالات؟ مخترع الواي فاي حاتم زغلول ولد في محافظة الجيزة عام 1957، درس في مدرسة إمباب الإعدادية، ثم التحق بجامعة القاهرة ودرس فيها هندسة الاتصالات. هنالك التقى حاتم زغلول مع صديقه ميشيل فتوش لأول مرة، وكونا صداقة من شأنها أن تغير الطريقة التي يعيش بها المليارات من الناس. فيما بعد درس حاتم الرياضيات التطبيقية في جامعة عين شمس، ثم عمل بإحدى كبرى شركات البترول لمدة سنتين. أخيرا قرر السفر عند أخيه في كندا، وهناك تابع دراسة الماجستير والدكتوراه في مجال الفيزياء الكهرومغناطيسية، وعمل بعدها أستاذا مساعدا في جامعة كالغري أكبر مدينة في ولاية ألبرتا الكندية، وعمل باحثا في تالوس كوميونيكيشنز ابتداء من عام 1989. وخلال عمله في شركة الاتصالات الكندية طلبت منه الشركة إجراء أبحاث لزيادة سرعة الإنترنت والمساعدة في تطوير الجيل الثاني من الإنترنت للهواتف النقالة، ليقود فريقا من 24 باحثا من ضمنهم صديقه فتوش. واجهت الفريق مشكلتان رئيسيتان، الأولى تتعلق بالموجات المتعامدة والثانية تتعلق ببطء نقل البيانات، وهما المشكلتان اللتان كانتا تواجه جميع الاتصالات السريعة آنذاك. لينجح الفريق أخيرا في حل هذه المعضلة والوصول إلى اختراع البنية الأساسية للواي فاي. ولكي تتخيل الإنجاز الذي تم تحقيقه هنا، قبل الواي فاي كان الإنترنت يعتمد على خط التليفون الأرضي الذي كان يسمح بمرور 1200 معلومة في الثانية فقط، لكن مع إنجاز زغلول تمكن من الوصول إلى 100 مليون معلومة في الثانية. جاء أول شكل لفكرة الواي فاي من الممثلة هيدي لامار، حيث قامت في عام 1943 بتقديم اختراعها كهدية للجيش الأمريكي الذي لم يجد من هذا الاختراع أي فائدة واعتبرها تكنولوجيا فاشلة، إلا أن الجيش الأمريكي استخدم هذه التكنولوجيا سرا وكذلك فعل الروس. وفيما بعد نجح زغلول بتطوير تكنولوجيا لامار إلى الشكل الذي نستخدمه حاليا، كما أن زغلول تواصل معها وقدم لها ما يقرب من 270 ألف دولار مقابل منحه حق استغلال اختراعها. أحدث اختراع زغلول ضجة عالمية بين شركات الاتصالات، وبعد 8 أشهر من تسجيل براءة الاختراع قام رجل أسترالي يدعى أوساليفان بتسجيل براءة اختراع مماثلة لكنها غير مكتملة، ثم قام باستغلال هذا الاختراع ونسبه إلى نفسه وبدأ ببيعه لشركات الاتصال العالمية، ليتحرك زغلول ورفاقه قضائيا ضد الشركات التي استخدمت تقنيتهم، ونجحوا بالحصول على تعويضات من 18 شركة اتصالات وصلت إلى نحو 2 مليار دولار. وبحسب زغلول فإن تمسكه بشخصيته العربية كان له تأثير كبير على شهرته العالمية كأكبر مخترع في العالم. لاحقا نجح زغلول مع فريقه بإجراء بعض الأبحاث الإضافية التي أنتجت التكنولوجيا الأولى في العالم الجديد 4G، ومن اكتشافاته الأخرى إمكانية تحديد مواقع الأجهزة اللاسلكية بالاعتماد على الشبكة فقط. في عام 1993 أسس زغلول مع شريكه فتوش شركة أطلق عليها اسم وايلان، ثم طرح وايلان للاكتتاب في عام 1998، وارتفع سهمها من $2.5 إلى ذروة بلغت $94، ووصلت قيمة الشركة إلى أكثر من 2 مليار دولار. وأقامت الشركة تحالفات مع كبرى شركات الاتصالات العالمية،
لكن بحلول فبراير 2006 تراجعت أسهم وايلان إلى 66 سنتا فقط، ليغادر زغلول منصب الرئيس التنفيذي واستقال من مجلس الإدارة. بعد مغادرة زغلول أعادت الشركة التركيز على جني الأموال من ترخيص براءات الاختراع بدلا من تطوير التكنولوجيا الخاصة بها. وفي الوقت الحالي تبلغ قيمة اتفاقية الترخيص الخاصة بهم نحو 900 مليون دولار. إنترنت الفقراء، مشروع زغلول الجديد. إنترنت شبه مجاني بتقنية مبتكرة لجميع المناطق. يعمل حاتم زغلول حاليا على مخطط جديد يمكن أن يوفر وصولا رخيصا إلى الإنترنت لفقراء العالم، وفي النهاية إلى جميع البلدان مهما كانت ثرواتهم. جاءت فكرة المشروع من عدم وصول الإنترنت للمناطق الفقيرة في العالم، ف18% فقط من الأسر الإفريقية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، في حين أن 28% فقط من الأفارقة يستخدمون الإنترنت، وهو أدنى معدل على مستوى العالم. ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، هناك 3,500,000,000 شخص، أي ما يقارب من 50% من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت. لذلك يعمل زغلول على إيجاد بديل منخفض التكلفة وبسيط. يخطط زغلول لاستخدام شبكة متداخلة تسمى إينوماش، حيث تعمل موجهات الواي فاي كعقد تنقل الاتصالات بأجهزة توجيه أخرى داخل الشبكة. سيكون لكل بلد نموذج إنترنت خاص به تسمى جزر شبكية، يتم التحكم فيها بواسطة كمبيوتر، والذي يعمل كمكتب مركزي يمكن لسكان المدينة الاتصال من خلاله. هذه العملية برمتها يمكن أن تكلف أقل من $1,000، وبالتالي يكون لدينا اللبنة الأساسية لشبكة اتصالات رخيصة. وتعمل شركة زغلول إينوفيتيان على إبرام صفقات مع شركات صينية لتصنيع مليون هاتف بسعر $20 فقط لكل هاتف. هدف زغلول هو الحصول على 30 مليون مشترك في غضون 5 سنوات من إطلاق الخدمات. حصل زغلول على عدد من الجوائز والشهادات العالمية، حيث صنفته إحدى المجلات بالرجل الذي غير وجه الاتصالات، وصنف في عام 2000 كأفضل 10 كنديين. والآن بعد أن تعرفنا على العبقري المصري حاتم زغلول، أخبرنا في التعليقات عن مخترعين مصريين أحدثوا تغييرا في العالم.